انظر انت في طول القرآن وعرضه ترى هذه القاعدة كي لا يخبو الامل عندنا ان الاسلام باقي وان دين الله قد رضيه الله للعالم دينا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني انت ترى الاسلام عند الناس سقيم، الاسلام لا يسقم ولا يمرض، المرضى هم المسلمون هم الاتباع، وعظمة الامل في رب العباد عز وجل في هذا الدين انه دين لا ارتباط له باتباعه، لا ارتباط. لو ارتبط الدين باتباعه كما ارتبطت مذاهب اخر في حقب التاريخ في التحقيب المعرفي في التاريخ لكان الاسلام انتهى من الاول، لكن الاسلام مرتبط بقاؤه بامر من الله عز وجل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يعني بعز عزيز او بذل ذليل. هذا لا يماري فيه انسان، التقصير منا نحن.